وعن الظرفية الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تأتي فيها هذه الهجمات المتكررة ضد الجيش المالي، خاصة في المناطق الشمالية البعيدة من العاصمة باماكو، نتابع هذه القراءة مع رئيس المركز العربي الأفريقي في باماكو محمد الصوفي، وقد تحدث لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا لنتابع. هذا الهجوم يأتي بعد نحو شهر تقريبا من هجوم آخر خلف 40 جندي. يمكن أن نقول أن هذه المنطقة، منطقة شمال مالي أو الحدود مع بوركينا فاسو، هذا المثلث، رغم التدخل فرنسا منذ نحو 6 سنوات ورغم التنسيق المستمر بين دول الساحل الخمس، رغم كل ذلك فإن الهجمات قد تصاعدت على المستوى النوعي، على مستوى ما تخلفه من الضحايا وعلى مستوى العدد أيضا. معنى ذلك أنه لا بد من وضع مقاربات جديدة لمعالجة هذه الهجمات التي هي في تصاعد مستمر. ولا شك أنه في الغالب هذه الهجمات تتبناها الحركات الإرهابية في شمال مالي، تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة وغيره من الحركات الأخرى المرتبطة بها، لكن أيضا السكان المحليون يعتبرون أن هناك مظالم حقيقية يقدمونها أمام هذه الدول. هناك أيضا عدم وجود تنمية كما هو موجود في بعض المناطق الأخرى لهذه الدول. هناك العديد من المظالم على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي. هذه المظالم تخلق بيئة مناسبة لحركات التمرد، للحركات المتطرفة ولغيرها من الحركات، وأيضا تسبب الاحتكاكات الإثمية. كل ذلك يوفر بيئة مناسبة تحتضن هذا الإرهاب الذي تشهده المنطقة بشكل متزايد.